الماضية موضوع الحكومة، تكلم بموضوع الحكومة الأخ عبد الإله الثاني عبد الغني تطرق على موضوع الحكومة المطلقة والجمهورية والحكومة الفردية والحكومات أخرى. والحكومة الديمقراطية أيضا، وقلنا معنى الحكومة الفردية يا أخ مجيب. ما رجعناش معانا اختبار ولا رجعناش. الحكومة الفردية هي التي تكون تستأثر بالحكومة التي يمارس فيها السلطة تستطيع الحكومة النفسية والحكومة المطلقة هي هي التي يشترك فيها لا مشاركة الشعب فيها لا تتنا مشاركة الشعب فيها الفضاء هذا تشكوى تقدم فيها كل السلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية تمثل في شخص الملكية المطلقة أو الاستبدادية لأنك تجمع كل السلطة فيها تمام مطلقة هي ما دام السلطة تجتمع في شخص واحد طيب الحكومة الملكية الوراثة الحكومة الملكية هي التي يصل تركها السلطة في يد شخص واحد. طبعا في موضوع الحكومات كله عبارة عن تعاريف بس اعرف بس انواع الحكومات تعريف الحكومة تمام. ذكرنا طبعا احنا خلي بالك روح احنا نكون نتكلم عن الحكومة في القانون الوضعي الحكومة في الإسلام أو الدولة في القانون الوضعي والدولة في الإسلام خلي معكم مقارنة عشان ما تنسيش فهمت يعني احنا تكلمنا على الدولة المرة الأولى في القانون وتكلمنا على مراحل تطور الدولة في النظام الإسلامي صح؟ ذكرتم؟ تكلمنا على الحكومة الأسبوع الماضي. القانون الوضعي والحكومة في عهد الدولة الإسلامية. هنا يا أخوة هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حكومة؟ أيوة هل هي حكومة اليوم أو تشابه في العصر الحديث؟ لا كانت حكومة كانت أشخاص ومع ضروب المجتمع حكومة موضوعية لا شكلية عقلية معنية تأسس المجتمع الإسلامي يقول المؤرخ طبعا في خلاف بينهم انه لم تكن هناك حكومه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى الصحيح وخاصه منذ السنوات الاولى للهجره. بعضهم قالوا بدات التنظيمات الاداريه من حين سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الولاة الذين كانت وظائفهم ينوبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس أو عند خروج الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات هذه كانت مهمته. بعضهم قالوا كانت هناك حكومة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتناسب مع زمان عصره أو تتلاءم مع الزمان.
وسلم يعني سلمنا أن هناك حكومة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقلنا أنها كانت تتمثل بنفس النقاط التي ذكرناها في الوزارة من قبل. يمكن نقول أنها حكومة مثل ما قال القاضي تتناسب مع عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليست كانت هناك حكومة لكن ليست كحكومة اليوم. كانت هذه الحكومة احنا قلنا تتمثل واحد وزارة ايش معنى الوزارة؟ هل كانت وزارة مثل اليوم؟ لا لم تكن مطورة إلى درجة لا كانت وزارة تتناسب مع ذلك الوضع وذلك العصر عصر هذا الزمان. كان يسمى أبو بكر عمر رضي الله عنه وزراء. هناك حديث يقول وزيرايا الرسول صلى الله عليه وسلم وزيرايا أبو بكر وعمر، بغض النظر عن صحة الحديث قد يكون ضعيف أو قد يكون صحيح، لكن إحنا نعرف أو نحن نعرف إنه لو رجعنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أبو بكر هو المستشار الأول وعمر هو المستشار الثاني. تمام، ودائما نعرف انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح ابو بكر يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي خليلا. تمام، فكانوا الاثنين يسموا بالوزراء، واجعل لي وزيرا من اهلي وزيرا من اهل هارون اخي اشتد به ازري. يعني الوزير هو المعاون والمساعد والمستشار. ممكن تقول المستشار. إذا كان معنا وزارة كان معنا واحد اسمه الآذن. الآذن هو الذي يأذن للناس بالدخول إلى الرسول. وكان اسمه أنس ابن مالك. ثلاثة الكتاب. كان معنا كتاب، وتمثل هؤلاء الكتاب ب كتاب الوحي الرسائل. كتاب الوحي كانوا من في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح علي و ايوه ابو بكر. لا لا عامر بن زهير. عامر بن زهير. ثلاثه كتاب الرسائل زيد بن ثابت وابي بن كعب اذا معنا الوزراء الاذن الكتاب التعليم من كان ماسك مجال التعليم بعد الصامت ابن الصامت وبعدين عبد الله بن مسعود وبعدين كان كل اصول يبتدي بتعليم عشرة من عشرة بعدين كان كل اثير يبتدي نفسه بتعليم عشرة من اولاد الصحابة. اذا معنا الوزارة الاذن التعليم صاحب الختم عن الدين. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم انهم لم يقرأوا كتابك او رسائلك ان لم تكن مختومه. قال فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه ونقشه بمحمد رسول الله. فكان معه ختم. اذا صاحب الختم ايضا صاحب الكذية من كان ابو عبيده بن القراء معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم الى اليمن وابو عبيده بن القراء ايضا ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى البحرين. تمام ايضا كان معنا المقيمون للحدود حدود منهم ابو محمد بن مسلمه وعلي بن ابي طالب كان معنا الخالصون هم الذين يجبون الزكاة هم الذين يجبون الأموال عبد الله بن رواحة أيضا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم الإمارة عتاب بن زيد وزار الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة وباتان على اليمن بعد إسلامه كان أول ملك والي أول والي حكم أول والي على اليمن هو أول أمير والله الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام أيضا كان معنا
المحاسب أو الحسبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المحاسب. أما جلس في بيت أبيه وأمه أيضا إليه معنا إذا كان معنا الرسول صلى الله عليه وسلم المحتسب. المحتسب. سعيد المحتسب بن سعيد بن العاص وسمراء بنت مهين الأسدية كانت تنزل إلى الأسواق وتراقب الأسعار وتضرب الناس بصوت كانت تستخدمه في يدها. كما تضرب المخالفين مش أي. هذه امرأة طبعا كانت عجوز عشان ما يجيش واحد يقول هذه امرأة كانت كبيرة في السن خلوا بالكم عشان ما يرجع أقول لكم امرأة كبيرة كانت. ثم ايضا السجود اكيد طبعا احنا مثلنا احنا قارنا العجوز ب اصحابنا في هذا اليوم خلاص ما يحتاج مقارنة. قلنا مثلنا المره الاولى احنا ما اخترناش نقص سجودي وهذه كانت نقص سجود يعني. طيب كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا السجون لكن سجون ليس كالسجن المركزي في أو دار أو سجن يتلاءم مع أحيانا حظيرة في باب الجامع أو دار دار مهبوط أو لدار لبنت أو لامرأة دم ال من الأنصار من الحارث إن كان سبب من الحارث. إذا باقي معنا السجون الخارجي لا احفظوا هذا كامل كله 11 الوزارة، الآذن، التعليم، الكتاب، صاحب السر، صاحب الخط، صاحب الجزية، السكون، الإمارة، المقيمون للحدود، الخارج، المحاسب، المحتسب، صاحب الخط، 13 ضروري تحفظهم كامل وشرحهم عارف كل واحد. أو تقول باسم أو تمثل لي من هو المسؤول عن هذا؟ هذا يعني إذا لم يجدوا الكتاب الأصلي. وكان الكتاب الوحيد فعلًا. بس الأوائل. ما يخلي لكم. تطرحونه. خلا سجل. طيب جمعنا معنا بعض صلى الله عليه وسلم أخوة أو كانت. الحكومة ستمثل بالشؤون الخارجية وقلنا هم الرسل الذين تمثلوا بالسفراء وقلنا دحي بن خليفة الكلبي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الملك عبد الله بن ثابت السهمي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس عمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي ملك الحبشة حاطب بن أبي المقوقس في الإسكندرية هؤلاء كانوا يسمون بالرسل هم كانوا يسمون السفراء احنا نسميهم سفراء بمعنى الحديث كانوا يسمون رسل لكن احنا نسميهم الان سفراء كان ايضا عندهم رسل الامان مثل قلنا مثلا عمر بن وهب عمير بن وهب ابن وهب وانتم تعرفوا قصته مع صفوان بن أمية عندما أخذ العمامة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه وطلب عندما فر إلى اليمن أمنه وذكرنا أخذنا بموضوع العشرة الذين أخذوا دماءهم لكن إذا مش قصة صغيرة لكن قصدي العشرة الذين أهدرت دماءهم كانوا من أصحاب عمير ابن وهب تمام الآن معنا رسول الأمان سفراء رسل الصلح غراش ابن أمية ابن ربيعة ابن الفضل الكعبي الخزاعي هذا الرسول أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى قريش تآمر عليه قريش عقلت بعيره احتمى بالأحباش لقى إليهم فحموا ثم بعد ذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لا كان عنده تفاوض على شو الموضوع هذا بس الأقرب إلى رئيس طيب إذن رسل الأمان رسل الصلح السفراء كان معنى الترجمان زيد ابن ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يأتيني رسائل من القوم لا أحد أن يطلع عليها
فهل تتعلم السريانية يا زيد؟ فتعلم زيد بن ثابت السريانية وكان مترجما للحبشية والقبطية والفارسية والبيزنطية والرومية. كان معنا أيضا رسائل خارجية، ذكرنا احنا نص الرسالات التي أرسلها صلى الله عليه وسلم لمن؟ لا لمسك يوحنا الضوء حقيقي وذكرنا نص الرسالات نعم. طيب كان معنا ايضا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤون العسكريه مثل السلاح هو الذي يحمد الناس الجهاد والله يستنفرهم الجهاد عامل الغايه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث سريه عقد لها رايه واول رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رايه ابن الحارث. وكانت الراية راية الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى العقاب. الواضح تقديم الجيش ميمنة ويسرى وطالب وآخرة والوازع هو الذي كان يتقدم للخير أو يأمر الخير. صاحب السلاح صاحب الثقل والثقة والساقة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الجواسيس المخدرين الذين يحبطون الناس أو ممكن نسميهم المرجفين لصالح إيش؟ نفس المرجفين حق المدينة لصالح الدين أي لصالح الإسلام. طبعا ما يبلش فيها هذا يكون يعني أقول لك يعني نقيضهم نقيض المرجفين لكن ممكن لصالح الإسلام ممكن يعني أيوة يعني إلا بينتهي المنافقون نفس نعيم بها والمرجفون في المدينة لنبلينك بهم ثم لا يقابلونك فيها إلا بالمرجف المحبط الذي أو ممكن المؤخر للناس المحبط المضبط أيوة المتقاعد ممكن تقول هذا الذي يقول لك مثل إيش مثل المركز الذي يقول لك إيه الحوثيين طلتهم في برباش فضل أنتم مش معكم شارع الحوثيين وضعهم به طبعا وصل الحوثيون قبل كذا ايش باقي لكم انتم شارع جمال هذم المحب انتبهوا عادي مش مشكله قول الحق لا دار الاعلام تبيع عند الرسول مش مشكله احنا نقول الحق تمام يا اخوه هؤلاء المرجفون الذين يحبطون الناس على عن القتال إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. أصلا تكلم عن المنافقين. طيب خلصنا الآن الشؤون العسكرية. إذا خليكم تحفظوا هذه الحكومة في القرن الوسطي حكومة في العصر الإسلامي دولة في القرن الوسطي الدولة في النظام الإسلامي على حكومة ممكن تعمل مقارنة بعدين لو معك بس ليش لو معكم بس تعمل مقارنة بين النظام الإسلامي والقانون والقانون العربي إذا معك يا إخوة اليوم معنا تنظيم السلطات العامة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية احنا بنطلع قليل الموضوع مجلس النواب والباقي نتركوا على الذين سيحفظون البحث على معاك يا إخوة معنا السلطة التشريعية وأنتم تعرفوا مجلس النواب أو البرلمان أو مجلس الأمة أو سميه مجلس الشيوخ.